الذل والضعه اللي اتكلم عنهم الدكتور امام عبد الفتاح امام في كتاب الطاغيه لم يمر بها المصريين على حسب كلام الدكتور حسن واستاذ العلوم السياسيه من قبل. واللي حصل مع الدكتور او قامه كبيره زي الدكتور حسن نافع حصل مع قامات كتيره قبل كده شاركت في 30 يونيو زي المستشار هشام جنينه اللي تم ضربه وسحله قبل ما يتم سجنه لاحقا. ده اللي حصل مع المستشار هشام جنينه، سلطوا عليه بلطجي وقف بالعربيه نزل اهانه واعتدى عليه، والبلطجي رفع قضيه على الدكتور او على المستشار هشام جنينه. تخيل قامه قضائيه عظيمه زي هشام جنينه بيسلطوا عليه بلطجيه يضربوه والبلطجيه يرفعوا عليه قضيه ان هو اللي اعتدى عليهم. مش بس المستشار هشام جنينه، ده الاستاذ جمال عيد الصحف الحقوقي قالت هيومن رايتس ووتش ان الاعتداء او في البي بي سي على المحامي الحقوقي البارز يحمل بصمات الامن في مصر. شوف عملوا فيه ايه؟ ده غير الصحفيين اللي سجنوهم وكسروا عربيتهم او عربياتهم واخدوها، زي الصحفي نصر القفاص اللي ممنوع من الظهور في الاعلامي واللي اعترف في حوار ان النظام ما بيخرجش حد على شاشته الا وهم ضامنينه. كيف ترى حال الاعلام المصري حاليا؟ ده سؤال صعب جدا. يعني انا شايف ان مصر دلوقتي تقريبا ما فيش فيها اعلام، وانا مش هذكر اسماء يعني ما احبش اذكر اسماء، لكن ما فيش اعلام يعني صحافه، ما فيش اذاعه، في اذاعه الاغاني للامانه يعني عشان برضو تلفزيون مش عارف اي قناه، عندنا قنوات كتير جدا لكن مين مؤثر في الراي العام المصري؟ ما فيش. مين مؤثر في العالم العربي؟ ما فيش، بدليل انه مصر بتلجا لمنصه سعوديه تطلع من مصر بس، يعني دي اقوى حاجه عند مصر يعني منصه سعوديه. فما فيش اعلام تقريبا يعني. هو مين اللي بيطلع اللي بيطلعوهم على الشاشات دول والناس اللي ممنوعه دي كلها كتير ليه؟ يعني اي حد ما هماش ضامنين هيقول ايه على الشاشات او هيكتب ايه في الجورنال ما بيطلعش. طب عشان خايف عشان ايه؟ هتقولي علشان الامن والاستقرار؟ هو الامن والاستقرار موجود في مصر بس يا اوروبا ما فيهاش امن واستقرار ولا ايه؟ هتقولي علشان نبقى زي ما كانوا بيطلعوا يقولوا نبقى زي ليبيا وزي العراق؟ لا، ده في كل الدراسات اللي صادره عن الهيئات الدوليه ليبيا والعراق وسوريا والحاجات دي في مراكز متقدمه عنها. في الطغيان يا حضرات لا مكان لعلماء او متخصصين وطنيين، حتى دكاتره الاقتصاد اللي ساعات النظام بيجمل بيهم الصوره بتاعته في مؤتمراته بيمسح بيهم الارض على الهوا. زي ما السيسي قال لهم كده في المؤتمر الاقتصادي. اوعى حد يزعل مني من اللي هقوله. اوعى حد يزعل مني من اللي هقوله. كل الاقتراحات اللي اتقالت ديت انا اسف ان اقول لكم اي طالب في كليه السياسه والاقتصاد يتكلم فيها. اي طالب في كليه السياسه والاقتصاد يتكلم فيها. انما ازاي تعملوها؟ انا اللي قلته في الاول ان كل اللي اتقال ده اي وده مش تقليل من اللي اتقال. دارس هيقول لك الناتج المحلي وعجز الموازنه والديني العام والاستثمار والهطماني مش كده يا دكتور اهلي ولا ايه؟ والهطماني طب ما هو سهل كده ما عملناهوش ليه؟ اذا لابد ان احنا نكون فاهمين ان في اجراءات اخرى متكامله مع الموضوع ده عشان ينجح. اقسم بالله العظيم عبد الناصر قال نفس الكلمه. اقسم بالله عبد الناصر قال في مجلس الوزراء انا رحت جبت كتب الاقتصاد كلها وقعدت اقراها عشان بس ايه ما تتنططوش عليا يعني. نفس الكلام. في مصر لا مكان لمجتهد، انما الحظوه والمكانه لكل منافق، لكل افاق بياخد امتيازات حصانه ويزعل قوي لو اتعامل زي بقيه الشعب. تخيل تجاهل الحصانه القضائيه يثير غضب النيابه الاداريه في مصر. عايزين بقى حصانه بقى. النيابه الاداريه عايزه حصانه. فلا ازاي بقى؟ انتشرت حاله غضب في هيئه النيابه الاداريه في مصر، وذلك بعد ده كان في مارس 22 بالمناسبه، بعد اعتقال الجهات المختصه عضوا في الهيئه من دون اخذ اذن مجلسها لرفع الحصانه القضائيه عن العضو اولا قبل القبض عليه، ده كان في مارس 22. في مصر وفي عهد الطغيان لا مكان الا للمنافقين والمطبلاتيه واللي بيهاجموا الشعب. زي التصريحات دي كده، شوف التصريحات دي، هنفضل نخوفكم بمصير سوريا وليبيا، تصريحات سابقة مثيرة لوزير الدفاع الجديد عبد المجيد صقر. البلاد بتتبني بانك تربط على بطنك وعلى قلبك ومفيش حد بيموت من الجوع، والناس في مصر عايشة 24 قيراط، واي ظروف صعبة كلنا نتحملها مع بعض، بس انت لا. كذاب يا خيشة، كذاب قوي. ده بس.
غمض عينيك كده يا شباب مصر بتتقدم، وخلوا بالكم من بلدكم، واللي بيتكسر ما بيرجعش، واهل الشر واعوانهم اللي عايزين خيشه بقى. خيشه اللي جابوه بالبيجامه بقى راجل اهو له بقى تصريحات وبتاع. خيشه اللي جنوده وظباطه بيتضربوا بالجزم على الحدود ومش عارفين يفتحوا بقهم، عامل على الشعب ذكر. لكن على شويه جنود اسرائيليين بيبرطعوا جوه معبر رفح مش قادر يفتح بقه، قتلوا جنود مصريين دفنهم في الصمت. بس على الشعب المصري اسود ذكوره في مصر. احنا في زمن العربان حيث الصحيفه الجنائيه للنظام تضم القتله والنصابين والفاسدين والمنافقين وكل افاق وفاشل وصاحب واسطه. ده حضرات هذا زمن العربان. عباس بيه كامل التهمه مدمن اعترف بتناول الترامادول في تسريب صوتي، اعترف بالتخابر مع السعوديه في تسريب صوتي، لا وتخابر برضه مع عضو في الكونجرس الامريكي وفشل. السيسي في رابعه والنهضه والدفاع الجوي، الراجل يعني له صولات وجولات، اعترف بانه في مارس 13 قعد مع مسؤول عسكري امريكي قال له الموضوع انتهى، انقلب على رئيس مرسي. فاشل حتى الان بعد 10 سنين في اداره ملفات مصر. محمود السيسي مسؤول عن تهريب الذهب ودولارات في طائرات زامبيا، مسؤول عن تقاضي اموال باهظه لخروج الفلسطينيين من غزه. ابراهيم العرجاني رئيس تنميه سيناء ورئيس اتحاد القبائل المجمد، التهمه تاجر مخدرات وقاتل ومهرب وزعيم ميليشيا وسمسار متهم بالتهريب والقتل ايام مبارك، ورئيس ميليشيات سيناء وسمسار خروج الفلسطينيين من غزه، وواجهه لشركه المخابرات. صبري نخنوخ بلطجي ومدان بقضايا سلاح وبلطجة بحكم قضائي بات. هشام طلعت مصطفى مدان بقتل سوزان تميم واتحكم عليه بالإعدام ثم خفف الإعدام إلى 15 سنة بسرقة أراضي الدولة في عهد مبارك. محمد أبو العنين مهرب وفاسد وسيبك من مدان بتهريب بودرة فياجرا وصدقة أراضي الدولة ودائم النفاق لأي نظام.